متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سادت أحوال جوية غير مستقرة في العديد من مناطق غرب وجنوب غرب المملكة. انتشرت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة وعملت على هطول زخات رعدية من الأمطار خلال الأيام القادمة. يتوقع أن تستمر فرص هطول زخات الأمطار في هذه المناطق تستمر حتى منتصف الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بتوقعات أو بسوء الأقمار الصناعية المنطقة خلال ساعات صباح اليوم، حيث انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المنطقة الغربية وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية. عملت هذه الغيوم على هطول زخات متفرقة من الأمطار، في حين سالت أجواء صافية في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الجنوبية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من يوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة الغربية والأجزاء من المنطقة الوسطى، تحديدا منطقة حائل، القصيم، المدينة المنورة وعموم المنطقة الجنوبية الغربية بأحوال جوية غير مستقرة تعطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار. تتجدد فرص هطول زخات الأمطار خلال ساعات ظهيرة يوم الاثنين في منطقة حائل، أجزاء من منطقة القصيم وأيضا عموم المنطقة الجنوبية الغربية، ويتجدد أيضا فرص هطول زخات الأمطار في نفس المناطق، أي في منطقة حائل، أجزاء من منطقة القصيم وأيضا المدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال يوم الثلاثاء، وتعطل زخات رعدية من الأمطار. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. يسود طقس صافي مع 29 درجة مئوية، المحسوسة 28، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يستمر الطقس مستقر بشكل عام، تثبت درجات الحرارة العظمى حول 44 درجة مئوية، أما الصغرى تثبت حول 30 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.